هناك مسار سلام ترفضه إسرائيل، وهو المبادرة العربية وكل تلك النداءات من خلال أن تتوقف إسرائيل عن تحوية القدس أو توسيع المستوطنات أو أي من تلك الحروب التي تقوم بها في الأراضي المحتلة، مدن الفلسطينية والعربية. وما قد أعلنه نتنياهو ووزير خارجيته من رفضهم للكثير من تلك المطالب العربية والفلسطينية يؤدي إلى المزيد من التعقيد والابتعاد عن مسار السلام، وهو ما ينادي به العرب والفلسطينيين والدول العالم الغرب وأمريكا من خلال ما وجدناه من محاولة الرئيس الأمريكي أوباما من تنشيط مسار السلام، أن يعطيه دفعة قوية تصل به إلى تحقيق نتائج أفضل مما هي عليه